مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة من حلقاتنا المتميزة. كل يوم بنطلع معكم الساعة 7 والساعة 9، بنحاول نعطيكم معلومات ونستضيف ناس من ذوي الخبرات عشان يتحدثوا عن ما يدور في الجالية، ما يهم الجالية. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا، ويمكن تكون فاتحة إن شاء الله لسلسلة مواضيع إن شاء الله نستطيع نجد خبراء فيها، اللي هي معادلة الشهادات في كندا. معادلة الشهادات الصيدلة في كندا حتكون من الأشياء المهمة جدا اللي حنتكلم عنها اليوم. معنا اليوم بحابب نستضيف الصيدلانية شمس قيند. أهلا وسهلا فيكي أخت شمس. أهلا وسهلا فيك، شكرا شكرا كثير لاستضافتي، شكرا لاستضافتي في قناتكم الرائعة. إن شاء الله يا رب تكون فاتحة خير علينا وعليكم إن شاء الله في المعادلة. ان شاء الله رب العالمين، وبنتشرف اول شيء بوجودك معنا. اكيد حيكون معنا بعض المستمعين اللي حيسالوا بعض الاسئله عن موضوع معادله الشهادات للصيادله. احنا حنسمع منك. اول شيء بدي يا شمس تعرفينا بنفسك، من هي شمس؟ متى اتت الى كندا؟ وشو اللي صار؟ كيف درستي الصيدله قبل ما تيجي ام درستيها هنا؟ وبعدين حندخل في موضوع المعادله. أوكي إن شاء الله. أول شيء اسمي شمس قياند، أنا مولودة في بغداد العراق. خرجت من العراق بعد الحرب تقريبا بـ2006، ثم أقمت في الأردن حوالي 12 سنة. درست شهادة دكتور في الصيدلة من الجامعة الأردنية، ثم وصلت إلى كندا بسنة 2018. هلأ من إذا أنت ناحية، دكتور صيدلة، نعم دكتور صيدلي. خلينا بس نعرف شو الفرق بين صيدلاني ودكتور صيدلي للناس اللي بس ما بتعرف شو الفرق بينهم. نعم أكيد. الفرق ما بين دكتور الصيدلة والصيدلة، أول إشي سنة زيادة راح تكون بالجامعة. هاي السنة هي عبارة عن تدريب في المستشفى، يعني 100% بتكون عبارة عن راوندز بنلف فيها زينا زي مقيمي كلية الطب في المستشفى، وبنتحدث مع المرضى في المستشفى مباشرة، بنراجع أدويتهم مباشرة. فإحنا توجهنا سريري أكثر من الصيدلة، اللي هم توجههم نحو صناعة الدواء أكثر. اوكي، انتوا يعني معظم شغلكم مفروض يكون بالمستشفيات مع المرضى دايركت. صحيح. اوكي، هل هذا المجال منتشر في دولنا العربية؟ حاليا انا ما عندي فكره بالدول العربيه بشكل عام، بس خلينا نحكي بالاردن دكتور الصيدله متوفر فقط في جامعتين، اللي هي جامعه التكنو وجامعه الاردنيه. بتخيل انه موجود بالخليج، وفي دولنا في مثلا العراق بيسموه صيدلاني سريري مثلا. اوكي، ففي هيك تخصص بس لساته جديد، يعني هو فعليا طرح هذا التخصص تقريبا قبل 10 15 سنه، يعني في أمريكا بالأول بلش وبعدين انتقل للدول. بدي أسألك عن كندا، كيف وضعه في كندا هذا الأخصائي؟ هلا في كندا في سنتين، يعني أنت ممكن تفوت بكالوريوس صيدلة وبعديها بتكمل سنتين في جامعة تورنتو مثلا، أو مش بكالوريوس صيدلة، هي طبعا الصيدلة هي بوست جراجويت، بس بعديها بتكمل سنتين دكتور صيدلة في جامعة مثلا جامعة تورنتو وبالجامعات الثانية. وفي عندهم بروجرام ثاني انه ممكن تفوت دايركت دكتور صيدلة، يعني بعد ما تخلص باتشلر ديجري مثلا بالساينس او اشي زي هيك، بعديها بتقدر تفوت دكتور صيدلة دايركت، بيكون باكج على بعضه. هلا كيف وضعه هون؟ بشكل عام دكتور الصيدلة لازم يدرس اختصاص، اللي هو الاختصاص اللي هو بيسموه الريزيدنسي، كيف الطب بالضبط، انه انت لازم تختص. فبتدرس مثلا سنتين بعد ما تاخذ الشهاده اختصاص عشان تداوم بالمستشفى. اوكي، طيب انا بدي اسال، معلش اخت شمس، نعم انت حكيتي عن شغله مهمه. يعني خلينا نبدا قبل المعادله للاشخاص اللي حابين يدرسوا صيدله في كندا، بس نوضح لهم الفرق بين الصيدله في بلادنا. الصيدله في بلادنا تخلص ثانويه عامه تروح صيدله، كليه صيدله، بالضبط. هنا تختلف. بس لو نعم تعطينا تلميحه سريعه. تمام. هلا الصيدلة تعتبر حالها حال، تعتبر يعني يسموها بروفيشنال ديجري. هلا البروفيشنال ديجري زي الصيدلة، الطب، المحاماة، طب الأسنان، هاي البروفيشنال ديجريز ما بتقدر تفوت عليها دايركت من التوجيهي، لازم تاخذ باتشلر ديجري
تمام بحوالي 3 سنين أو 4 سنين في الجامعة. الباتشلر ديجري لازم يكون اختصاصك شيء علمي، يعني مثلا باتشلر ان ساينس مثلا، أو باتشلر بن نيورو ساينس، باتشلر بيولوجي، أشياء زي هيك. فلازم تخلص هاي الأشياء، بعديها حسب معدلك في الجامعة، حسب الجي بي اي اللي طلعت منه بالباتشلر، بتقدر وقتها بتروح على تكمل سواء صيدلة أو دكتور صيدلوي. يفضل إنه دائما بحكوا إنه دكتور الصيدلة أفضل حاليا في الوقت الحالي، لأنه توجهه سريري أكثر. اوكي واضح. اذا لازم تخلص بكالوريوس ساينس وبعدين أي تقدر تقدم على كلية الصيدلة، وبعدين الله اعلم حسب معدلك والسي في تبعك والفالنتير وكل هاي الامور. بالفعل، نعم. طيب، في سؤال مهم الان. الشخص اللي درس في بلادنا، يعني درس في احد الدول العربية او خارج كندا، خلينا نحكي، شو الطريقة المثالية للمعادلة؟ كيف يقدر يمشي في المعادلة بأسرع وقت، يقدر يوصل للمعادلة، عشان بعديها نحكي عن مهنة الصيدلي في كندا، يعني في النهاية نفهمهم كيف الصيدلي بيختلف مثلا عن بلادنا ولا لا. خلينا نبدأ في المعادلة. تمام. هلا اول اشي من ناحية المعادلة في كندا، لازم طبعا ممكن الواحد يباشر بالمعادلة قبل ما يطلع على كندا. هاي معلومة كثير في ناس يجهلها، وانا كنت من الناس اللي كنت اجهلها، انه انت بتقدر تباشر بالمعادلة قبل ما تطلع على كندا، ويفضل انك تباشر بالمعادلة قبل ما تطلع من كندا لكندا، لانه المعادلة بدها جهد، بدها وقت، بدها تفرغ. فالأفضل إنه الواحد يكون ما بين أهله وناسه لما بيعادل وبدرس، من لما يكون هو أصلاً متغرب وكمان لازم يدرس، وكمان هو بده يجيب مثلاً يجيب أكل لأهله، فإنه مش ما راح تزبط هاي الكولكشن كلها. من ناحية المعادلة في كندا، في عنا إحنا 3 امتحانات في إذا كندا. عفوا بس بدي أقطعك، إذا مش لازم يكون كندي أو معاه بي آر عشان يبدأ في بروسس المعادلة، لا ممكن أبداً، لا لا أبدا، لا لا لا، بيقدر يباشر حتى لو هو لسه عم بيقدم الفيزا، نعم. وبل لو هو صيدلاني وهو أصلا حابب يهاجر لكندا، المعادلة هي تكون، أو خلينا نحكي معادلة ملفاته بالأول اللي إحنا بنسميه Document Evaluation. مجرد ما يعمل هاي الحركة، هي أصلا راح تعطيه زي كأنه كريدت أو إشي زي هيك تفيده مفتاح. عشان يقدم، مفتاح بالضبط، مفتاح عشان يقدم لا الاكسبرس انتري فيزا، لانه هيك راح يعترفوا عليه بكندا انه هو عن جد هو بروفيشنال ديجري، فبالتالي نقاطه حتزيد وهيك. فالاصل اصلا اي حدا راح يهاجر بمعنى هجره الاكسبرس انتري انه يكون اصلا باشر بالمعادله. نعم، معلش بدي بس نشرح موضوع الاكسبرس انتري سريعا، اللي هي هجرة المحترفين او المهنيين. يس، تفضل. نعم. هلا وبعديها ممكن احنا في عندنا 3 امتحانات. اول قبل ال3 امتحانات في عندنا دوكيمنت ايفالويشن، هي عباره عن تقييم لانه انت عن جد خريج صيدله، يعني مثلا كشف العلامات لازم تبعثها او الجامعه تبعثها، شهادتك، شو اسمه، مزاوله المهنه من النقابه، بتبعث هاي الاشياء، انت بتطمنهم انه يا جماعه الخير انا صيدلاني. تمام نعم، تمام بعديها بتقدم اول امتحان بس بيسموه، انا سمعت في لهم شويه بروسيجرز، هدول الاجراءات، مثلا الترانسكريبت او كشف العلامات لازم يرسل لوحده بظرف نعم مغلف لوحده. اكيد فعلا لو تشرحي لنا اياهم، معلش اشرح اكيد ولا بدنا نكون يهمك. معك، يعني لانه تعرف الغريق يتعلق في قشه، فبدنا نوصل نعم المعلومه بدقه ان شاء الله. تسلم تسلم يا تمام دكتوره. ولا يهمك. تمام. هلا بالدوكيمنت ايفالويشن في عندنا احنا 3 اظرف نعم لازم نبعثها. الظرف الاول هو مزاولة المهنة من النقابة، لازم انت تروح للنقابة تحكي لهم يا جماعة الخير انا بدي كتاب للمعادلة. هم بيكونوا فاهمين، يعني فاهمين البروسيجر، فبيحكوا لك اوكي لاي بلد يا عمي، البلد الفلاني. تمام. بيروحوا يطبعوا لك ورقه، هاي الورقه تحكي انه يا جماعه الخير هذا صيدلاني مسجل عندنا في النقابه. بيجيبوا هاي الورقه بيبعثوها، بيحطوها بظرف ويحطوا عنوان النقابه، فيبعثوه باسم النقابه مش بعنوانك الخاص. فهذا الظرف الاول بوصل لهم. لا احنا مثلا خلينا نحكي في كندا بتورنو، اللي هي عندنا البي اي بي سي اللي هي الفارماسيوتيكال اكزامينيشن بورد اوف كندا، فهم راح يوصل لهم لهنا. تمام. هاي واحد. اثنين، في عندنا الظرف الثاني هو كشف العلامات، بتروح على الجامعه
تحكي لهم يا جماعة الخير بدي كشف علامات بالإنجليزي، تمام؟ وبعرف في كشف العلامات بتروح بجوا الجامعة نفسها، يعني أنا بحكي مثلا على الجامعة الأردنية مثلا في مبنى الرئاسة عندنا مكتب لأرامكس، هذا بيكون الظرف أصلا بيكون مكتوب عليه الجامعة الأردنية مثلا ومختوم الجامعة الأردنية، ويبعث بعنوان الجامعة نفسها، تمام؟ واضح. الظرف الثالث هذا بتبعثه انت، اللي هو بيكون عبارة عن الشهادة، بيكون في الجدارية اللي احنا بعطونا اياها الجامعة، و الابليكيشن يعني ورقة التقديم، استمارة التقديم اللي انت بتقدم فيها على الايفالويشن، على الدوكيمنت ايفالويشن نفسها، بتجيب هاي انت هاي استمارة التقديم، وشو اسمه مع صورتين، مع صورتين صورتين يعني. مع شو اسمه مع الجدارية تبعك. هذا الحكي كله طبعا لازم تصدقه عند محامي أو كاتب عدل عنده ختم باللغة الإنجليزية، يحكي إنه أنا يا جماعة الخير اللي وقع هذا الأبليكيشن هو فعلا نفس الصورة اللي موجودة، واسمه هو فعلا بيكون شاف هويتك مثلا، واسمه هو فعلا زي ما هو في الوثائق الرسمية، فلازم حدا يوثق عليك. بعدين بتبعث، بتكون أنت خلصت مرحلة انا بدي اركز على تسليم موضوع الشهادة. الختم انه يكون بالانجليزي، لانه في كثير ناس بالضبط غلطوا وكان الختم بالعربي ورجعت لورا. بالضبط، نعم يعني احنا في عنا ناس بنصحوا حتى لو في محامي قريب منك وما عنده ختم بالانجليزي، اعمل له ختم بالانجليزي، يعني ختم ما بكلفش 10 15 دينار، روح اشتري له ختم بالانجليزي. صحيح. ممكن تعمل زي هيك الحركة كمان. طيب، اذا الثلاث ظروف هاي وصلت للقسم تبع المعادلة في بدنا نحكي نقابة الصيادلة، صحيح؟ أو الكولج تبع الصيادلة. نعم. طيب. هي مش نقابة، هي زي بورد مخصص لامتحانات المعادلة، في اي بي سي باسمه. أوكي. لكل المعادلات ولا بس للصيادلة؟ لا لا، هذا بس للصيادلة. أوكي، بس للصيادلة. طيب، نعم. ممتاز. الآن انتهى من الموضوع. في دفع أونلاين ولا ما في دفع؟ في دفع اونلاين طبعا. هلا من ناحية الدفع، قبل ما نروح على الدوكيمنت ايفالويشن اللي حكينا عنه، في عندنا موقع انا بنصح كل حدا يفوت عليه، اللي هو Pharmacist Gateway Canada، تمام؟ لا، هذا Pharmacist Gateway Canada الحلو فيه انه مصمميه بطريقه عاملين لك ترتيب، عاملين لك مخطط، وانت اذا مش عارف ايش بتروح على هذا الموقع بحكي لك بالترتيب. فانت اول شيء في Pharmacist Gateway Canada لازم تسجل كانه $350 كندي، بعطوك رقم وطني، بعطوك اي دي، هذا نعم. الاي دي راح تحطه بالابلكيشن تبع مين؟ تبع الدوكيمنت ايفالويشن. الدوكيمنت ايفالويشن نفسه الابلكيشن، بس انك طبعت الابلكيشن $650 كندي. فهي احنا لسه بلشنا بالبدايه، احنا مطلعين $50 كندي او 1000. أنا حطيت الويب سايت للي حابب يستفيد منه، بالضبط. pharmacistgatewaycanada.ca. يس. إذا تقريبا $1000 وإحنا لسه بنحكي السلام عليكم. احنا بالضبط. بس كندي كندي، خلينا نركز كندي انه كندي. يا مش أمريكي، يا نرفع معنويات. طيب، بعد ذلك بعد ذلك خلصنا الدوكيمنت ايفالويشن، راح توصل لنا رساله من البي اي بي سي انه انت خلصت الدوكيمنت ايفالويشن، بنروح نقدم على الايفالويشن اكزام. في ناس بيطبعوا الابلكيشن للايفالويشن اكزام، عم بيطبعوا بسألك الابلكيشن. دكتورة بس سؤال هون، هل في داعي نسوي ويس بنفس الوقت ولا ما في داعي؟ اللي هو ويس اللي هو تعرفيه، هذا تبع الايفالويشن، الانترناشونال ايفالويشن بورد. لا لا لا، احنا بالصيدلة ما بنحتاج نعمل هاي الحركة لأنه اللي أبدا. عملته أنت هو موازي لويس. أيوة بالضبط، ما نعم. بتحتاج هاي ويس، بتفيد بالضبط زي ما انت حكيت كليات وهيك، بس انت بعد ما تخرجت وعم بتعادل ما بتحتاج تتعامل معهم، نعم. تمام؟ بعد هيك شو وين وصلنا؟ وصلنا للإيفالويشن إكزام. الإيفالويشن إكزام ممكن انت بالبداية تبلش الأبليكيشن تاع الإيفالويشن إكزام مع الدوكيمنت ايفالويشن. في ناس ببعثوها مع بعض، انا شخصيا ما بعثهم مع بعض لانه خفت لا يكون في مشاكل بالدوكيمنت ايفالويشن، فقلت خلينا شوي شوي. ايفالويشن اكزام حاليا حقه $860 كندي، فبالايفالويشن اكزام زي الدوكيمنت ايفالويشن بالضبط، ابلكيشن تطبعه بتحط عليه صوره من قدام صوره من ورا وبس، وبتروح لمحامي او إشي زي هيك نفس الإشي، بيختم لك ويوقع لك انه انت نفسك طبق الأصل، بس ما في أي وثائق
تبعثها مع الدوكمنت ايفالويشن، بس اللهم ابلكيشن بتبعثه استماره بس. قدمت للدوكمنت ايفالويشن، بعد هيك بتتجهز للامتحان. هلا انا نصيحتي، نصيحات يعني كثير من كل قلبي، هاي النصيحه انه احنا بنكون خريجين جداد من الجامعات، خصوصي لو كنا دكتور صيدله، وخصوصي لو كانت معدلاتنا عاليه، لما نيجي نحكي عن المعادله يا عمي مسهل هالمعادله عادي مش مشكله. فبيجوا الناس ايش بيعملوا؟ بيروحوا يطولوا اي كورسز حواليهم يقرؤوها هيك، اي كتب اي شيء، ان شاء الله نابلكس من امريكا مش عارف شو، انه مش مشكله خلينا. اهم شيء انه انا يعني كرامتي ما بتسمح لي اني اروح اخذ كورس، يعني انا يعني معدلي وهيك ما بزبط. صحيح. فللاسف احنا بنكتشف كلنا هذا الجيل، يعني وانا كنت منهم، اكتشفت انه الامتحان كثير صعب. ما بزبط انك تعتمد على حالك وتفوت عليه، يعني لازم هذا الامتحان بالذات لازم تفوت كورس. فوت كورس ليش بدك تفوت كورس؟ لانه اذا انت تفوت كورس، يعني واحده من اهم الاشياء اللي انت محتاجها عشان تفوت كورس انك تتعلم على يد صيدلاني عم بيمارس في كندا، لانه في جزء كثير كبير من الامتحان بعيدا عن العلم اللي جوا الامتحان، جزء كثير كبير منه هو الاداره الصيدلانيه. انا اسفه في شيء هون. هو انت الاداره قاعده في الباك الصيدلانيه. يارد، الله يعطيك العافيه. طيب شكرا. تمام. فالاداره الصيدلانيه، فانه الاداره الصيدلانيه انت كيف بدك تتصرف جوا الصيدليه، كيف بدك تتعامل مع المرضى، كيف هاي الاشياء ما راح تفهمك اياها الكتب، يعني لازم يكون في حدا ممارس قدامك ويشرح لك. انا بتجيني مثلا حاله مريض كذا كذا، كيف بدي اتعامل معه؟ فالكورس كثير 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 مهم. انا دائما بضلني احكي لهم، في ناس بحكي لك لا يا عمي الكورس غالي، يا عمي انا ما بديش اصرف هالقد. انت اوكي ما اخذت كورس. دكتوره عفوا، اه في صوت تلفون عندك. انا لا يب عن جد مش عارف. لا اوكي، ما راح عندك. راح التلفون، راح كان في صوت زي واحد بيتصل. اوكي سوري. اه لا لا عادي مش مشكله. المهم فبنحكي لهم بيجوا بالموضوع الكورس، انه انت لو وفرت على حالك ما اخذت الكورس ما انت حترسب، اذا رسبت حتضطر تعيد، فانت هيك هيك ترجع تدفع فلوس الامتحان مره ثانيه، وغير انه راح تتاخر 6 شهور. معلش كمان. دكتوره، في شيء عندك بالباك جراوند؟ عن جد ما بعرف شو عم بصير صراحه. ما عندي اشي حاليا، هدوء. ايش عم تسمع؟ في شيء سامعني؟ تفضلي دكتورة، اه حسن الوضع، ما بعرف شو المشكلة يعني، بس تفضل. مش عارف. طب صوتي واضح هيك؟ واضح، واضح جدا. اوكي خلاص ممتاز. آه فكنت بحكي انه احنا الاصل، خلينا نتذكر كمان انه الايفالويشن اكزام اصلا في عندنا بس 3 محاولات له، فالاصل انه الواحد لازم ياخذ كورس في الاول قبل ما يفوت على الايفالويشن اكزام. نعم. إذا طيب حنحكي عن هذا الكورس، أعتقد أنتم بتساعدوا في موضوع شغلات زي كورسات زي هيك، صحيح؟ نعم بالضبط. احكي لنا عن هذا الكورس عشان ندخل على الإيفالويشن إكزام، نحكي عنه أيمتى بتقدم والأسئلة يا تفضل. أوكي. هلا إحنا عملنا منصة مخصصة للصيادلة للتعليم المستمر للصيادلة، المنصة اسمها rxcourse.com. تمام؟ في هاي المنصة عفوا rxcourse.com. في هاي المنصة أول إشي باشرنا فيه إنه إحنا عملنا تعاقد مع فارماكوبيديا، هم ناس خبراء صيادلة كمان ممارسين في كندا، وعملنا تعاقد معهم إنه إحنا نعمل كورس تحضيري لامتحان المعادلة الأول اللي هو امتحان الإيفالويشن إكزام. فالحلو في الموضوع الكورس هذا إنه أنت راح تتعلم على يد ناس عرب، ناس ممكن يساعدوك ويدعموك، وغير هيك انه عندنا جروبات، عندنا اشياء تفاعليه، التعامل مع المنصه كثير سهل وممتع، وبنجمع كل شيء في مكان واحد. يعني الحلو في المنصه انت مش مضطر انك تتوزع بعده مواقع تواصل اجتماعي والسوشيال ميديا وزوم ومش عارف شو، لا لا لا، احنا كله عندنا جوا المنصه، كله مجتمع مع بعضه. فانا يعني نصيحتي دائما انه يعني ما تفوت على الايفالويشن اكزام دايركت، خذ كورس واحنا موجودين عشان ندعمك، وحتى لو اوراقك فيها مشكله، حتى لو في
بصفتنا صيادلة مرينا بالتجربة راح نعرف بالضبط كيف نساعدك بكل خطوة من خطوات المعادلة بإذن الله تعالى. طيب ممتاز، إذا أنتم بتقدموا كورس بري إكزام سموه، يس؟ بالضبط بالضبط بتحضروا الشخص للإكزام. بالضبط. لكلا اليومين ولا ليوم ويوم، ولا في عندكم عدة كورسات تختلف؟ لأن الامتحان هو يومين صحيح؟ لا الايفالويشن امتحان يوم واحد بيكون، أوكي. كان قبل الايفالويشن كان يومين، بس هلا عملوه يوم واحد. كان أوكي، قبل معلومات قديمة. لا عاد مش مشكله، كان قبل يومين لانه كان ورق، كان اوكي 400 سؤال. هلا حاليا الايفالويشن اكزام صار كمبيوترايز، هو بس 300 سؤال. اوكي وعلى الاغلب حتى في من ناحيه الايفالويشن اكزام لازم نحكي عن موضوع انه الايفالويشن اكزام قبل كورونا، بالضبط قبل كورونا، اللي بده يقدم الامتحان بيروح على لندن او بيجي على تورينو عشان اوكي يقدم الامتحان، او عدة كل المدن الكندية هي بيكون فيها الامتحان، في او لندن مونتريال و بيجي. يا مونتريال وهاليفاكس وادمنتون، يا كلها موجودة. نعم احنا ما حتى في عدا اوتوا، مسيساكا كان موجود الامتحان. ما عدا ايه اوتوا، ما عدا بعد اوتوا. والله مش عارف، يمكن بيجوز في فوتوها. وكنا بنحكي، فاحنا من هلا بعد كورونا طلع قرار جديد انه ممكن الناس تقدم الامتحان من بيتها. اوكي حلو. فاحنا مش عارفين انه اذا رح يستمروا بهذا القرار ولا بس مجرد حالة استثنائية في هاي السنة. في بيحكوا انه هم عم بيعملوا تيستينج لهذا الموضوع، في احتمال انهم يستمروا بهذا الموضوع. فاذا استمروا في انه يكون امتحان من البيت، انت فعليا فعليا ممكن تقدم الايفالويشن اكزام وتقدم الام سي كيو وانت قاعد في بلدك حتى. طيب احنا في عندنا اصدقاء عم بيسالوا اسئله، حنجاوب اسئلتكم كلها، بس حنحاول نخلص الاسئله اللي معنا وننتقل لاسئلتكم واحد واحد اكيد، فخليكم معنا ان شاء الله. طيب دكتوره معلش انا بدي اسال، الاكزام هذا هل بتقدر تقدمه اكثر من مره ولا له مرتين او ثلاث فقط؟ هلا الاكزام هذا في 3 محاولات فقط. اوكي اذا رسبت بعد هذه ال3 محاولات، في عندك محاولة رابعة لازم تصير تاخذ فيها كورسات معينة بيوصوك عليها. اذا رسبت بعد المحاولة الرابعة انتهى الموضوع، ما في نقاش، يعني ما تخسر فرصتك انك تعادل في كندا ككل يعني. اوكي تكلفة هذا الاكزام قديش تقريبا؟ 860 دولار كندي. اوكي 860. ها كم نعم مرة يقدم بالسنة؟ مرتين في السنة كل 6 أشهر. كل 6 أشهر. اوكي طيب كم شهر تقريبا قبل الامتحان بدنا نسجل له؟ يعني تحكي قبل 10 أشهر، قبل 3 أشهر، قبل يومين ممكن أسجل للامتحان ولا ما في؟ هم في ديدلاين للتسجيل. الديدلاين للتسجيل بالعادة بيكون قبل شهرين، اوكي فأنت لازم تسجل قبل الشهرين. يعني ممكن أنت معك فترة من 5 شهور قبل الامتحان إلى شهرين قبل الامتحان، بعد ذلك بتسكر التسجيل للامتحان، لازم تستنى للدفعة اللي بعديها. هل في مراجع تعطيك اياها هذه المؤسسه اللي هي اللي بتعادل لك عشان تقرا منها، مثلا زي الامتحانات الامريكيه في لها داتا بانك، يعني هل موجود في كندا هذا الشيء ولا لا؟ هو للأسف هذا الشيء اللي بيخلي المعادلة في كندا بنضلنا نحكي لازم تفوتوا كورسات، لأنه في أمريكا في عندك الـ FPGEE وفي عندك النابلكس، وهذول الاثنين في إلها كتاب تمسكه تدرسه من جدة لجدة، بتفوت امتحان السلام عليكم. احنا في كندا ما عندنا هذا الشيء بالايفالويشن اكزام، ما عندنا كتاب اسمه ايفالويشن اكزام. طالما ما عندنا هذا الكتاب ما عندنا هيك، فبيظل البني ادم تايه. كميه المراجع، يعني انا لو بعثت لك ليست في المراجع تقريبا بتذكر يعني كانوا حوالي 3 إلى 4 صفحات بس مراجع. واو المراجع كنا بندرسها من سنه اولى جامعه، من ايام البيولوجي والاحياء، لا سنه خامسه جامعه. يعني ف عيد الصيدلة كلها. بالضبط الصيدله كلها. فمستحيل انه الشخص انه يعتمد حاله في امتحان الـ Evaluation Exam في كندا. خلينا نحكي ناهيك عن انه هو اصلا الامتحان اصعب. يعني في اشخاص اعرفهم عادلوا في امريكا وقرروا انهم يجوا على كندا، فعلى مبدا انه هو معادل بامريكا عادي، خليني اروح على كندا اكيد راح انجح من اول مره، ارسبوا.
هذا كنت أسألك يا سؤال، إذا واحد معادل في دولة ثانية زي أمريكا هل بيقدر يشتغل في كندا ولا لا؟ لا لازم، إذا خلينا نركز على شغلة، إذا كان خريج جامعة في أمريكا، تمام، خريج جامعة مثلا في أمريكا من كلية الصيدلة في أمريكا، ما بيحتاج يروح على الإيفالويشن إكزام، بيروح على الكواليفيكيشن دغري. حلو، زيه زي الطالب الكندي. هون الطالب الكندي لازم يفوت على الكواليفيكيشن أصلا، يعني حتى لو أنت خريج لازم تفوت على الكواليفيكيشن. أما بس مجرد إنه معادل، ما بده يفوت بنفس البروسيس، ما بيقدر يعني يختصر على حاله، لازم يفوت بنفس البروسيس زيه زي غيره. طب دكتورة انت هيك فاجأتينا، معناها في امتحانين صح؟ في ايفالويشن وفي في كواليفيكيشن كواليفيكيشن. اوكي، اللي كلنا نحكي عنه هذا الايفالويشن، بالضبط. وهذا اللي بتساعدوا فيه، اه بتساعدوا في الكواليفيكيشن انتوا كمان. لا حاليا ما عندنا كورس كواليفيكيشن، بس ان شاء الله بالمستقبل القريب راح نجيب. طيب خلينا ننهي موضوع الايفالويشن وبعدين نروح على الكواليفيكيشن اكزام، نعم عشان هيك في معنا شوية أسئلة خلينا نجاوبهم عشان زملائنا يكون الوضع واضح بالنسبة لهم. تعرضت لنفس المشكلة. طيب في سؤال بيسأل الأمال، أمال سيدي أعتقد، تقول لك قديش تكلفة الكورس عندكم اللي هو بري ايفالويشن اكزام نعم وكيفية التسجيل؟ الكورس عندنا ب 600 دولار أمريكي أو 850 كندي. أسلوب التسجيل بس بتروح على rxcourse.com، بتفوت على all courses، راح تلاقي الكورس تاع المعادلة، بتفوت عليه وبتسجل دايركت، ما في أي موضوع، سهل بسيط جدا. التدريس اونلاين ولا لازم تدريس يروحوا؟ أونلاين، تدريس أونلاين، نعم كل المحاضرات اونلاين يعني. كل المحاضرات أونلاين، لأنه إحنا المؤسسة، المنصة في ميسيساغا أونتاريو في كندا، الأساتذة عندنا في ألبرتا في كندا، فلك أن تتخيل، لازم يكون أونلاين إن شاء الله. هل في فرق بين الامتحان اللي بيقدمه تبع ألبرتا على الامتحان اللي بيقدمه تبع أنتاريو؟ أبدا أبدا، من نفس. من الشمال، من خلينا نحكي من كيبك انتهاء ببريتش كولومبيا، كنا بنقدم نفس الامتحان. هذا الامتحان حتى بيسموه ناشونال اكزام، يعني بالضبط كيف ما كنا نحكي ببلادنا لما نحكي عن امتحان بكالوريا او نحكي عن التوجيهي، نعم. هاي ناشونال اكزام، بتكون فروم كوست تو كوست، نفس الاكزام بنقدمه مع بعض. اسم المنصة عندكم rxcourse.com، نعم بس عشان اللي ما سمعها أو شافها. هل في سؤال، كورس واحد يكفي؟ كورس واحد، أنا شخصياً أنا أخذت كورس واحد وكفاني ونجحت عادي. الكورس أنت بس مجرد تشوف الكورس بيدليك، بيعلمك، بيرسيك، بدل ما تكون تايه وضايع هون وهون. فهي ممكن تكون كورس واحد، لا هي كاتبة كورس واحد لا يكفي، صدقيني صدقيني كورس واحد لا يكفي. إيش قصد يعني؟ المشكلة في عندنا بعض الكورسات في كندا بيعملوها ناس يعني مش ممارسين في الصيدلة، او خلينا حتى في كندا، في بلادنا العربية بشوف زي هيك كورسات، يكون حدا مثلا في بلده، في هذا هو مش ممارس في كندا وعم بيقدم الكورس. شو بدنا نتوقع يعني؟ الواحد مش ممارس يعني كيف بياخذ ممكن. منه علم؟ طب هلا الكورس هذا انا ممكن احضره عدة مرات، يعني انا سجلت للمنصة اليوم، حضرت الحلقة، بدي ارجع احضرها غدا عشان ارجع معلوماتي. تقدر طبعا، اكيد اكيد بتقدر. اوكي، فانا ممكن اعيدها واعيدها واعيدها طيب مدة الكورس هذا قديش؟ الكورس مدته راح تكون حوالي 5 6 شهور، يعني هلا احنا مستعدين لامتحان شهر واحد، بشهر واحد في عندنا امتحان ايفالويشن. الكورس راح يبلش من 1/8، فمن 1/8 لقبل الامتحان احنا هذا كله راح يكون الكورس. الكورس راح يكون عبارة عن محاضرتين في الأسبوع. هل محاضرتين في الأسبوع لمدة 5 أشهر؟ نعم هل بتعملوا ايميتيشن للامتحان؟ يعني ممكن أدخل امتحان عن طريقه شبيه للامتحان أو طبعا هذا مش زي. اكيد. ما احنا بنعمل كويشن بانك، أوكي. فالكويشن بانك اللي موجوده عندنا ورح تعمل هذا الاشي، يعني بنكون نجهزه مثلا في وقت معين، في ساعه معينه، انه مثلا احنا الامتحان 300 سؤال، اوكي، لازم تخلصهم ب4 ساعات، فبنعمل كويشن بانك كويز 300 سؤال تعملهم ب4 ساعات. نعم ممتاز. يعني ممكن ادرب حالي عندكم برضو على المنصة على طبعا الامتحان. اكيد.
طيب، في سؤال من الريم تسأل: هل لازم قبل البدء في الإيفالويشن أقدم امتحان لغة آيلتس؟ من ناحية اللغة، من ناحية الآيلتس، هاي كمان هاي من الأخطاء اللي أنا خطأت فيها للأسف، إني رحت قدمت الآيلتس قبل ما أهاجر على كندا، عشان إيش؟ أكون مجهزة حالي اللغة كاملة. صح. طبعا تأخرت شوي بالإيفالويشن إكزام والدوكيمنت إيفالويشن، فالآيلتس له سنتين، فخلص علي الإكسبايري ديت ورجعت أقدم الآيلتس مرة ثانية في كندا. في شهادة الصيدلة، إذا أنت لسه يعني إذا أنت مهاجر، اوكي، اذا انت هاجرت وخلصت وهلا بدك تبلش بالمعادله، تمام، ما بتحتاج الايلتس لبين ما توصل لمرحله التدريب، لمرحله الانترنشيب، ما بتحتاج الايلتس قبلها. اما اوكي. اذا انت بدك اصلا تهاجر بصفتك صيدلاني، يعني زي كنا بنحكي عنها اللي هي الاكسبرس انتري، تمام، اللي هي فيزا هجره للعماله الماهره، طبعا بنعرف لازم يكون عندك ايلتس قبل ما تقدر تقدم صحيح. اصلا. طب هل الامتحانات الثانية بتنفع بدون ايلتس للصيدلة؟ مثلا كيل، توفل، ولا بس ايلتس باخذه؟ احنا للصيدلة انا حسب اللي بعرفه في عنا ايس وفي عنا توبل، نعم، اوكي، وفي ممكن عنا يعني الكنيديان انجلش، مش عارف شو كيل بنش مارك كيل او ايش زي كده، يا كيل، كيل كيل يا ادهو، اللي هو الكندي نعم. هذا يا. طيب، في سؤال بيسألوا، ما بعرف، رشا بتحكي 200 ولا مو 300؟ تسأل عدد الأسئلة، I think. لا انا بتذكر، استنى لحظة. أنا قرأت 300 صراحة، بس ما بعرف إذا عندها وانا معلومة. نعم، هم كانوا قبل بسنة كانوا 400 سؤال وهلا صاروا 300 سؤال. أوكي. اوكي، لما كان ورقي كانوا 400 سؤال، وكانوا بيحسبوا من ال 400 بس 300، بحطوا 100 for research purposes، هلا صارت ال 300 pure امتحان. أوكي. طيب، في الأخت أمال تسأل في مونتريال، أعتقد إنه سؤال موجود في مونتريال، يس أنا قرأت إنه موجود. طيب، في أوه ما شاء الله إنه هون، الكورس قبل الفحص تكلفته، أعتقد جاوبنا هذا كيف السؤال. يعني؟ الكورس اللي عندكم قديش تكلفته؟ أعتقد تسأل نفس السؤال. حكينا 600 دولار أمريكي أو 850 دولار كندي تقريبا. اوكي. طيب، بقول لك دكتور مخلص بحكي لنا تصعيب الامتحانات هو عرقلة أم هو أمر طبيعي؟ والله مش عارف صراحة إذا هو عرقلة، هو أمر طبيعي. إذا شوف كندا الهيلث كير سيستم تبعها كثير قوي، نعم. ما بدهم يدخلوا أي كل من هب ودب على الهيلث كير سيستم الكندي، بدهم تكون بني آدم فاهم وعارف شو بتسوي، فمشان هيك امتحاناتهم شوي ذكية صراحة، امتحاناتهم عن جد عن جد ذكية، يعني very tricky، تمام. فبالنسبة لكندا بتخيله أمر طبيعي بالنسبة كندا والهيلث كير سيستم تبعها. بسألك برضو، هل خريج الصيدلة بكندا قادر على النجاح بهذه الفحوص؟ خريج الصيدلة في كندا مش محتاج يفوت على evaluation exam أصلاً، اوكي، حيدخل على بيقدر يفوت على الكواليفيكيشن qualification exam، رح يفوت على وحنكتب عنه. qualification، ومجرد لأنه هو خريج صيدلة في qualification نسبة نجاحهم 90%، أما إحنا نسبة نجاحنا الانترناشنال بالqualification حوالي 43%، وضع صعب. الأخت كرام تقول لك مبادرة رائعة، الله يعطيكم العافية، بالعكس بنشكرهم. جولي بتحكي لك: لو بتخبرينا عن امتحان وإجراءات العلاج الفيزيائي. هذا احنا ما another thing. عندنا علاج، هذا another ما عندنا thing. علاج فيزيائي. يس، حنحاول نعمل حلقة عن هذا الموضوع. بنحاول نبحث عن أحد أخصائي في هذا الشيء وعنده معلومات، لكن الدكتورة هي صيدلانية والموضوع عن الصيدلة، فنعتذر. مدة الكورس حكينا 5 أشهر، 5. 5 أشهر. طيب، في سؤال من إكرام: هناك امتحان الآيلس جنرال للهجرة والأكاديمي، امتحان اللغة الآخر للهجرة اسمه سيل بوب. طيب، هل لازم يقدم أكاديمي آيلتس هون؟
أكاديمي إذا آيلتس؟ أنت للهجرة، للهجرة أنت خبير فيها، للهجرة يس تعطيني أيوة الجنرال بكفي. بكفي. أيوه بالضبط. بس لا، تسجيل إنك تصير صيدلاني ممارس في كندا لازم أكاديمي. لازم أكاديميك يا فهذه انتبهوا لازم عليها يا تجيب جماعة. لازم تجيب 6 بـ6 بـ6 بـ6، أوفر أول 7 في الآيلتس عشان تسجل بالممارسة يعني في كندا. المينيموم 6، لازم يكون عندك 7 ماكسيموم. يب يس، ماكس اوفر اكثر من اول 7 يا اوفر اول معدل. يا. طبعا رشا بتحكي النظام القديم 300، الجديد 200. والله مش انا قدمت الامتحان لسه قبل، لساتني فريش. بجوز خلاص، ما خلينا نمشي مع رشا، مش مشكلة. مش رشا ممكن مشكلة. نراجع موقع البي اي بي سي، موقع البي اي بي سي دوت سي اي، وتتأكدي من موضوع عدد الأسئلة. قد أكون أنا خربطت 200، ممكن أنا قدمت الامتحان بشهر 1، فبجوز لأنه مش عارف، يمكن. طبعا الدكتور مخلص بيحكي انه اشتغلنا كثير على المعادله سنوات، لكن للاسف طبعا الطب شويه لسه اصعب من الصيدله. نعم، للأسف. الصيدله كلير باث عندهم، يعني صح طويل بس كلير باث. الاطباء موضوعهم معقد. anyway صحيح. طيب خلصنا احنا الايفالويشن اكزام ونجحنا انا وياكي، الان الخطوه الثانيه. طبعا الخطوة الثانية، بس بدي اركز على موضوع الايفالويشن اكزام. انا بقرا على الويب سايت، شفت انه في عندهم اختبارين، واحد في يناير وواحد في شهر يوليو، شهر 7 صح؟ صحيح. اوكي بس عشان نركز التواريخ تقريبا تكون واضحه عندكم. مده الاختبار 3 ساعات دكتوره؟ تقريبا 3 ساعات، 3 ساعات ونص، هيك كلها إشي. كلها مالتيبل تشويس. كلها multiple choice. yes. ما في اكتب وعبي فراغ لا 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 لا، اوكي بالإيفالويشن لا. طيب في شغلات لازم تجيبها معك يوم الامتحان، بطاقة اشي طبعا الاي دي تبعته، الاي دي، ما في اشي بعطوك اياه اونلاين تجيبيه معك؟ لا، هم بيكونوا عارفين، يعني بيكونوا عارفين من الاي دي تبعتك، بيكون كل شيء مسجل عندهم. ممتاز. في احيانا في كارت دعوة بيبعثوه، فانت ممكن كارت الدعوة هذا تاخذه لامتحان المعادلة. اوكي احمد بقول لك نو 200 فور ام اس كيو نوت ايفالويشن. الله، هو بتخيل. اوكي اي ثينك انه صار في خربطه عند رشا، ف اني واي 200 300 اخوان بعض يعني. طيب الان الامتحان خلصنا، طلعت النتيجه، النتيجه بتجيني بشهاده ولا بتجيني على الايميل ولا؟ تيجي على الإيميل. ممتاز أول اجتني إشي على بينزلوا، أرقام الناس. أنت بيكون في عندك رقم تسجيل، فهم بينزلوا أرقام الناس الناجحين. اوكي بعد ما ينزلوا أرقام الناس الناجحين، تقريبا خلال أسبوع إشي زي هيك، ببعثوا ريبورت. ريبورت بيحكي لك شو نقاط القوة في امتحانك، شو نقاط الضعف في الامتحان. اوكي بعطوك يعني شو الـ وين ضعفك؟ بس مش كثير دقيق، يعني هو بس بحكي لك احنا في عنا 4 sections في امتحان المعادلة. فاحنا مثلا في واحد منهم، مثلا من السكشنز المانجمنت، الكلينيكال فارماكولوجي، هاي السكشنز مثلا، شو كمان عندنا، ثيرابيوتكس. فهم بحكي لك 4 sections، مين السكشن اللي انت قوي فيه ومين السكشن اللي انت ضعيف فيه، بس مش هيحكي لك، يعني حتى مش هيحكي لك قديش كم الأسئلة اللي جاوبتها صح ولا لا. لا، هو بس بيعمل لك نسبة، بس يعني بس فهمت. مجرد يعطيك نسبة إنه أنت شوي أقوى بهذا عن هذا، بس هذا كل ما اوكي هو يعطيك. مش كثير ممتاز. جدا. اوكي في سؤال سريع بقول لك، هل تنصحي خريجين الصيدله بالدول العربيه انه يدرسوا صيدله في كندا مره ثانيه ولا يدخلوا، ولا باعتقادك ان الموضوع بياخذ سنين فاسهل يغيروا المجال كله؟ يعني أنا الصراحة لا، يعني إذا هو خريج صيدلة في كندا، في الدول العربية أصلاً، إنه يجي عادل في كندا. يعني لو فكر إنه بده يعيد الصيدلة، الوقت اللي راح يستهلكه راح يكون أكثر من الوقت اللي راح يستهلكه للمعادلة. فأكيد لا، يعني أكيد ننصح للمعادلة أكثر. يعني الدكتور مخ اتفضل. نعم،
فأنا كنت بحكي يعني أكيد بنصح إنه لا، يعني الواحد يعادل. بالعكس، حتى في أشخاص كثير يكونوا هم في كنديين مثلا أو عرب مقيمين في كندا، بيروحوا يسافروا للوطن العربي عشان يخلصوا شهادة الصيدلة ويرجعوا يجوا يعادلوا هون، عشان كثير أرخص لهم. رقم واحد، يعني هون تعرف الجامعات كثير غالية، رح تقعد في ديون وديون بدك تدفعها. ثاني إشي، بوطننا العربي الوضع أسهل وأسرع إنك تخلص شهادة الصيدلة وتيجي تعادل. إذا أنت مجهز حالك للمعادلة، هيك التوضيح يعني، إذا أنت مجهز حالك للمعادلة، مجهز حالك على كل إشي، دراسة وهيك، بالظروف المثلى أنت خلال سنة ونص بالكثير سنتين أنت بتكون خلصت المعادلة كلها بالظروف المثلى. فإذا هو الواحد مجهز حاله ودارس وهيك، الأمور بتكون زنون يعني إن شاء الله. ان شاء الله. طبعا دكتور مخلص بقول اشعر بالفخر بوجود امثال الضيفه ومعلوماتها، واعتقد ان وجودها سيساعد الاجيال القادمه، واحنا بنشكرها شكرا. شكرا جزيلا. طبعا بدي احكي لكم يلي مش موجودين في كندا، في كندا عندنا في صيف، زي ما انتم شايفين الدكتوره قاعده في الباك يارد ووراها كان الحشيش والصيف، بس مع الصيف ياتي الناموس، فالدكتوره نعم الان قاعده بتهوي من الناموس، فاعذروها عذرا شديدا، انا قاعد في البيزمنت متخبي من الناموس، فهي مضحيه عشانكم يعني، فادعوا لها بالخير. نعم طيب في سؤال من الريم، كل المجالات اللي بتعامل مع الانسان في الدول الغربيه بتمشي بنفس الاجراءات، حتى التدريس، المدرس، شهادات في اي دول خارجيه تحتاج معادله وامتحانات وتدريب احيانا يصل لمده سنتين. الأستاذ سمير بيحكي أرقام الجلوس، أعتقد إنه لازم نجيب رقم الجلوس معاه. جوابي على لينا عطلة، الموضوع بيستاهل ومحتاج تركيز. نعم طيب، حنحكي عن هذا. يدرس سريع له علاقة بالصيدلة علشان يشتغل في الفلبين، يسرع في العودة والمعادلة عشان يشتغل الدراسة، اعتقد انه عشان يشتغل مع الدراسه. اي ثينك اوكي. طيب نبدا الان في الايفالوي، شو اسمه، كواليفيكيشن اكزام. خلصنا الايفالويشن، بعد كم مده انا بقدر ادخل الكواليفيكيشن؟ هلا انت مجرد ما تنجح، يعني احنا مثلا فايتين بشهر واحد، خلصنا بشهر واحد، في امتحان كواليفيكيشن ام سي كيو بشهر خمسة. نعم. ففي ناس شجعان قوي، القوايا قوي، بيخلصوا الايفالويشن وبيخشوا مباشرة بالكواليفيكيشن اكزام خلال، يعني عم نحكي احنا خلال 5 اشهر بفوت على الكواليفيكيشن اكزام. كواليفيكيشن اكزام شغلتين، ام سي كيو واوسكي، تمام؟ اوكي. هذول بيصوروا يا اما في ناس بيقدموهم مع بعض على يومين متتابعين، في ناس لا بيخلوا الام سي كيو لحال والاوسكي لحال. الام سي كيو اللي هو امتحان بس مجرد اختيار من متعدد زي الايفالويشن اكزام. نعم. الاوسكي هو عباره عن محطات بتفوت انت غرفه، بتفوت كابن او شيء زي هيك، كابينه او غرفه، وبيجيبوا لك مريض ممثل، يجي المريض يحكي لك عن حالته، انا في كذا كذا كذا، شو بتنصحني اخذ او اعمل؟ وفي حدا بيكون ورا ظهرك عم بكتب وراك، بتاكد ان انت عم بتجاوب صح ولا لا. في 13 ستيشن في الاوسكي اكزام. اصعب مرحله حسب الناس وخصوصا العرب اللي خلينا نحكي لغتهم مش كثير بتساعدهم هي الاوسكي، ولكن اذا واحد مستعد ومتدرب كثير منيح ما بيكون عليه شيء صعب ان شاء الله. طبعا انتوا لسه المنصة عندكم ما بتدرب على الاوسكي، لا ما في احنا لسه عندكم، ما بندرب على الاوسكي، بس ان شاء الله بوقت قريب ان شاء الله بنباشر في هذا الموضوع هل عندكم هذا بالمستقبل ان شاء الله يعني ناويين ان شاء عليه؟ الله ان باذن شاء الله. الله. طيب ال 13 ستيشن اللي حكيت عنها كلها كيسز؟ كلها كيسز بالضبط. اوكي، هون نعم يمكن الصعوبة يعني، بدك تقعد تراجع الطب والصيدلة مع بعض في هذا المكان. اكيد شيء اوكي نعم. طيب، هذا كم تكلفته دكتورة؟ الام اس كيو والاوسكي؟ الام سي كيو والاوسكي احنا عم نحكي بحدود ال 2500 دولار لكل واحد. اوكي، يعني نعم 5000 دولار للاثنين. هيك اشي تقريبا. طبعا اوكي الارقام مش كثير 100%، بحكي دائما دائما ارجع على الموقع، تعال في ABC.ca تتاكدوا من التسعيره بالضبط. ممكن تتغيروا. طيب يعني ممكن اسوي انا الام اس كيو بيوم وبعد الدوره اللي بعدها اسوي الاوسكي، صح؟ ايوه بالضبط،
ممكن هيك وهيك. هلا طبعا الناس بنصحوا انك يعني انت دارس دارس، قدمهم بنتين مع بعض. فبس في ناس بحكي لك لا خليني، ليش؟ في شغلة بالام سي كيو والاوسكي، اذا فتت ورسبت بس مرة واحدة رسبت في ايهما، انت رح تفوت على بريدجنج كورس في جامعة تورنتو مثلا عندنا، او في خلينا نحكي في بريتش كولومبيا وكيبيك اجباري عليهم البريتش البريدجنج كورس. اوكي، بس عندنا مثلا في اونتاريو البريدجنج كورس مش اجباري، بس مجرد ما ترسب مرة واحدة انت بيصير عليك اجباري انك تفوت على البريدجنج كورس. البريدجنج كورس طوله حوالي 10 شهور في جامعة تورنتو، وتكلفته حوالي 14,500 دولار كندي. فلازم تكون متحضر، لأنه هذه مش مزحة صارت. بالضبط، هي يا هاي بتدفع يا بتدفع 2500 يا 14000. أوكي. بالضبط. نعم طيب، أنا صيدلي وعاوز أهاجر عن طريق الدراسة. إيه أفضل مجالات الواحد يدرسها، وليه مجال العمل بعدها؟ صيدلي وعايز أهاجر عن طريق الدراسة. طبعاً إحنا هون مش مستشارين هجرة، لكن ممكن تستشير مستشار هجرة أو تهاجر كصيدلي. يعني ما دام أنت صيدلي، أي ثينك إنه تشتغل على حالك كصيدلي. طيب دكتور، تفضلي دكتور، إذا حابة تغيري تدخلي جوا، إحنا لا لا ممكن لا، ننتظر. أمورك تمام. طيب، الامتحان التالي يجب التدريب عليه عمليا بالصيدليات، والدراسة غير مفيدة كثيرا. أنا عملت فحص طب رياضي بنفس الطريقة، هل فعلا لازم نروح على الصيدليات نتدرب، أو بنقدر هلا اكيد انا دائما بنصح في ناس، وانا منهم، بنشتغل مساعد صيدلي بالصيدليه، واحنا نعم بنقدم الامتحانات عشان نكون متالفين مع الهيلث كير سيستم اللي في كندا. فاكيد طبعا اكيد بنصح هذا الشيء. كل كورساتكم؟ بس في سؤال من الأخ سمير، مهندس سمير، تاب أونلاين صحيح؟ اونلاين؟ نعم. طيب، طب تقريبا هذه فترة الامتحان، من بداية الامتحان الأول للثاني، إذا نجحت في كل الامتحانات تأخذ مني سنة ونص، سنتين؟ تقريبا أوكي. اذا نجحت، اذا امورك يعني ميسره، يعني خلينا نحكي انت بالبدايه فتت لامتحان الايفالويشن. لو بلشت انت اليوم بامتحان الايفالويشن، اول ما خلصت ونطيت على الكواليفيكيشن اللي هو بعده بخمس اشهر، وانت قبليها بالايفالويشن قعدت خلينا نحكي 4 5 شهور، يعني انت سنه بتكون غطيت كل شيء. بس هذا again يعني احنا عم نحكي عن ناس Ideal, very ideal. exactly very very ideal. واعتقد يعني في سؤال كمان، اجمالي المبلغ اللي فهمنا 5000 للجزء الثاني، حوالي 1000 للمعادله و1000 للايفالويشن، واذا بدي اخذ الكورس عندكم 850 دولار، يعني بتحكي عن اقل من 10000 اذا مع الايلتس وكل شيء. هذا اذا كل شيء نعم. تمام. برجع اكرر، في كندا كندا pharmacistgatewaycanada.ca في كالكوليتر، في آلة حاسبة هناك بتحسب لك التكاليف بناء على المكان اللي بدك تستقر فيه، وتحسب لك المدة. فممكن تستخدموا هاي التول، هاي التول بتساعدكم انكم تعرفوا التكاليف بالضبط. يعني في سؤال من شذا تحكي، كم سنة تستمر الدراسة للتعديل؟ حكينا من سنة لسنتين حسب اجتهادك، يمكن أكثر. هل دراسة قسم Science of Chemistry تؤدي لتعديل، أو دراسة الصيدلة في كندا؟ يس، ما دامها Science وChemistry يس. ما هي الإجراءات لشخص يعيش في كندا وليس خارج كندا؟ نفس الشيء صح؟ نعم. هلا وعد. اذا هو بس خلص بكالوريوس ساينس او خلص بكالوريوس كيمياء، لازم شو اسمه يروح بعديها، ان احنا نسميها بوست جراجويت ديجري، يفوت كلية صيدلة في كندا. هذا عم نحكي عن جوا كندا. بعد ما يفوت كلية الصيدلة لازم يعمل الكواليفيكيشن اكزام اللي كنا عم نحكي عنه، اللي هو الام سي كيو والاوسكي اللي هو الامتحان الثاني. هذا لكل الكنديين. طيب دكتورة، هذا سؤال أنا حاب أسأله نفسي. كوبيك دائما لها نظام معين في المعادلة، وأمل بتسأل، هل مونتريال نفس السيستم؟ هل كوبيك نفس السيستم؟ نفس ال مونتريال بس انت راح تقدم الايفالويشن، بس بعد هيك البريدجنج اجباري. أوكي، في عندك بريدجينج، هذا برضو مدفوع؟ طبعا. أوكي بيقدم البريدجنج بماكجل يونيفرسيتي.
اوكي، بيقدر يأدبه بالانجليزي او بالفرنسي او ولا لازم لا بالفرنسي كيبيك؟ بمونتريال فرنسي، بيورلي فرنسي. اوكي ابو العباس، اهلا وسهلا فيك. احنا جيم مش مستشار، حنعمل حلقات عن الهجرة وان شاء الله بنقدر نفيدك. بطلنا نعدل 14,000، ان شاء الله يكون اقل عندك وتنجح من اول امتحان. خلينا بس أنا أنبه على أمل عشان نعم. بطننا نعدل. هي صحيح التكاليف مخيفة شوي، بس هو إشي مضمون. يعني إحنا في عنا راتب الصيدلانية حوالي من $40 في الساعة إلى 50 و60 دولار في الساعة، قد يصل لهي الدرجة. فأنت لما يكون دخلك 80 90 100 ألف دولار بالسنة، يعني مش كثير بعتبرها خسارة 14 ألف صراحة. طب هذا سؤالنا الثاني دكتورة، خلصت أنا الكواليفيكيشن ونجحت وكل شيء تمام، ما بعد الكواليفيكيشن إيش لازم أسوي؟ بعد الكواليفيكيشن، انا اسفه اني راح اضلني احكي عن اونتاريو لانه هذا مجال خبرتي. نعم. في اونتاريو في عندنا انترنشيب حوالي اسبوعين فول تايم او 3 اسابيع بارت تايم. هذا انك تروح بالصيدليه بتسجل بصفتك يعني انترن فارماسيست، وهناك في بيكون صيدلاني حولك بيراقب تصرفاتك جوا الصيدليه، كيف عم تتعامل مع المرضى وكيف كل شيء. بعطيك ريبورت بعد ما تخلص الاسبوعين او 3 اسابيع، ممكن يخليك تعيدهم مره واثنين وثلاثه لحد ما تتقن الشغله، وممكن مباشره بتمر فيها. اخر اشي بعد ما خلصت الانترنشيب في امتحان الجورسديكشن اللي هو قوانين المقاطعه. هذا هذا امتحان الامتحان الثالث هذا. بس هذا امتحان لا يقارن صراحه بالكل، لانه هذا امتحان قانوني، يعني بس مجرد انه انت ايش عليه، ايش اجراءاتك القانونيه بصفتك صيدلاني، كيف بدك تحمي المرضى من ناحيه قانونيه. يعني العد فممكن الأول والثاني بصير هذا ملح عنده، ميه ملح. ايه بالضبط، يا هاي يعني ما عمري سمعت انه حدا راسب بالجرسدكشن. أوكي. وغير هيك الجرسدكشن مش مضطر انك تستنى عليه 6 شهور، الجرسدكشن متوفر طول السنه. أوكي. واضح. طيب بس تخلص يعني الكورس هذا أو الانترنشيب أسبوعين ل3 أسابيع، تقدر تروح تقدم الامتحان وبتصير لايسنس فارماسيست. نعم طبعا بتسجل هلا في الكولج اللي انت فيها بتصير لايسنس. بس انا مو موضوع الانترنشيب هذا فقط في اونتاريو اللي عندنا هاي الاسبوعين 3 اسابيع. من مقاطعه لمقاطعه بتختلف، في مقاطعات 800 ساعه، في مقاطعات 600 ساعه، في مقاطعات 400، 600 كل ساعة واحد دكتورة، له أنت بتحكي مقاطعته. عن 600 ساعة يعني تقريبا سنة فول بلا تايم. اونتاريو كانت زي هيك. وخلال الفتره يعني خلال هاي السنه او هاي السنتين غيروا النظام وقرروا انهم يعملوا بهاي المده القصيره، بس اوكي، بقيه المقاطعات لسه ما اجروا هذا التغيير. غيروا يعني غيروا ال نعم اوكي، ممتاز والله ممتاز. طيب معناها بسهلوا شوي شوي قاعدين على الموضوع. بالضبط. الحمد لله. طيب في سؤال انت يمكن جاوبتي جزء منه، كيف عمل الصيدلي في كندا؟ شو الفرق؟ انت اشتغلتي في البلدان العربية واشتغلتي هنا، شو الفرق فيهم دخلا وطريقة؟ اوكي هلا من ناحيه دخلا، طبعا يعني احنا بنحكي عن اضعاف الراتب. يعني احنا بنحكي عن الصيدلي مثلا في الاردن 300 400 دينار اردني، 300 400 دينار يعني احنا عم نحكي عن حدود 800 900 دولار كندي بالشهر. اما هنا في كندا انت راتبك بالشهر بصفتك صيدلاني حوالي 6000 7000 دولار كندي. هذا رقم واحد من ناحيه الراتب. من ناحيه الشغل، هلا انت في الاردن، خلينا نحكي انا لاني جربت فقط في الاردن صراحه، يعني ممكن تكون نعم قاعد نعم رايق يعني بتشغل تلفزيونك مثلا عادي، بتكون بالصيدليه بتاكل بالصيدليه. ممكن يعني هاي اهم ناحيه، يعني مور ريلاكست. يعني انت بالاردن بتجيب المتدربين، تكون يعني متسامح مع نفسك ومع غيرك انه انت تكون مسترخي تجاه الموضوع. هنا في كندا صراحه الصيدلاني بيضل واقف على رجله 8 ساعات، وكثير اوكي. كثير سيريس، يعني كثير سيريس من ناحية خصوصية المرضى مثلا. هاي رقم واحد، يعني هنا ما بزبط أبدا أبدا إنك تحكي اسم الدواء اللي عم بياخده المريض بصوت عالي، ممكن يرفع عليك دعوة عادي بكل بساطة. كمان الدقة، يعني لو أنت في الأردن مثلا نفرض غلطت مع مريض في دواء معين، شو أكثر إشي ممكن يعمله؟ يجي عليك يحكي لك والله رجع لي هالدواء وكان الله بالسر عليما.
في كندا إذا غلطت معاه ممكن يعمل لك ريبورت في الكلية، والريبورت يعني مثلا زي أونتاريو كوليدج أوف فارماسيست، كثير سهل أنت هسه حاليا نعمل ريبورت للصيدلاني اللي عندنا براس الشارع، يعني بتكون كثير سهل، بس تحط عنوان الصيدلية واسم الصيدلية، حتعرف مين الصيدلاني المسؤول وبتقدر تعمل كومبلاينت ريبورت عليه. فممارسة مهنة الصيدلة في كندا محتاجة دقة كثير رهيبة، محتاجة يعني أنت لما تمارس تعرف ليش الامتحانات صعبة، لأنه في فعليا responsibility. المجتمع الكندي مجتمع غير متساهل من ناحية الصحة، ما راح يتساهل معك إذا أنت غلطت في الدواء أو جرعة دواء بابنه مثلا أو زوجته أو إشي زي هيك. اوكي، في سؤال طبعا يعني احنا ما حنقدر نجاوبه، شو ممكن اشتغل ببكالوريوس بيولوجي؟ نعتذر، الموضوع مش عن البيولوجي، لا انا ولا عن الدكتور، اعتقد عندنا علم. في الفارماسي اسيستنت، هل يتطلب خبرة كندية؟ وهل عملك بصيدليات؟ هو المشكلة الانجليزي والعربي دائما بخلط، فمش بخلص عارفين هل هناك، هل عملنا في الصيدلية كفارماسي اسيستنت يتطلب خبرة كندية؟ وشو الطريقة لتقبل نقبل بالصيدليات إذا ما كان عندنا خبرة؟ أوكي، هلا وضح السؤال، شكرا يا رشا، سؤال جيد. هلا بدي احب احكي على موضوع الفارماسي اسيستنت هنا في كندا، اتس نوت ريجوليتد، يعني ما إنه قانون او نظام، ولا في شهادات، في ناس بياخذوا دبلوم فارماسي اسيستنت مثلا بيكون سنه، ولكن انت بتقدر انك تكون فارماسي اسيستنت وإذا حتى ما عندك خلفيه صيدلانيه، بزبط هذا الشيء هنا في كندا ما في مانع عن هذا الشيء. المطلب الوحيد للفارماسي اسيستنت هو شهاده التوجيهي اللي هي او الهاي سكول بس. اوكي، لكن انا كيف ممكن احسن هذا الموضوع، يعني انا كيف ممكن ازيد فرصي اني انا اكون فارماسي اسيستنت هنا في كندا؟ رقم واحد التطوع، انت ممكن تيجي يا جماعه الخير اي ونت تو فولنتير، فبتفوت على صيدليه مثلا تتطوع شوي كم شهر، احتمال كثير كبير بعديها بتتحول لفارماسي اسيستنت بيصير عندك خبره. بعد رقم اثنان البرامج المستخدمه في الصيدليات، حاليا في كندا في عندنا برنامجين بيستخدموها، لو انت رحت على شوبرز دروغ مارت بيستخدموا برنامج اسمه هيلث واتش، لو رحت على بقية الصيدليات بيستخدموا برنامج اسمه كرولز. طبعا خلينا نحكي اكثر من 60% من الصيدليات بيستخدموا كرولز اكثر من هيلث واتش. فانت ممكن شو بتسوي، افتح على تيلس هيلث وفي ويبينار لكرولز، تمام، بيكون طوله تقريبا 3 ساعات وفور فري، احضر الويبينار افهم شو يعني كرولز، بعد هيك بتصير تقدر تحطها بالرزمي تحكي انه انا بعرف عن كرولز يعني. فهاي اوكي بتكون طبعا، نقطة كثير قوية واو، لإلك انك تفوت انه انت عندك على الاقل خلفية عن كرولز، عارف شوي كيف تتعامل معه. أعتقد هذه يعني فري مهمة جدا، يعني شكرا يا دكتورة. ليلي بتقول لك أنا درست صيدلة بسوريا وتخرجت من الأردن، لما بعثت أوراقي للتعديل لازم أجيب من الجامعة اللي درست فيها واللي تخرجت منها، بس طبعا من سوريا، بس للأسف ما في كشف علامات. معي منها، لا هي كاتبه معي منها بس كشف علامات. هلا هي معي منها بس كشف علامة. احنا بيهمنا وين تخرجتي، يعني انت بتحكي تخرجتي من الاردن، الاصل انك راح تاخذي من الجامعه اللي تخرجتي منها، من وين الجامعه اللي اصدرت شهادتك الصيدله، بس هذا اللي بيهمنا، قبلها وين درستي ما بيهم. اوكي، يعني هي اخر جامعة هي اللي بتعطيكي. طب لو شخص من سوريا، يعني هلا عندنا اخوة عرب اجوا كتير من سوريا، ما في جامعات مسكرة، بتعرفي الوضع شوي صعب. في اكسبشنز بيعملوها البي اي بي سي، يعني اوكي، اذا راح على البي اي بي سي دوت سي اي في اكسبشن، في دوكيمنت صراحه مش كثير يعني بعرف تفاصيله، بس في دوكيمنت كمان لازم اوقع لهم عليه محامي او مستشار قانوني، انه انا في بلد زي مثلا سوريا او هيك في حاله حرب، انا ما بقدر انه في هذا البلد اني اجيب كشف علامات او اجيب شهاده او يعني، او مثلا في دوكيمنت من الدوكيمنتس تنقصني، فبقدر يقدموا زي هيك دوكيمنت للبي اي بي سي وممكن ينظروا لموضوعه ويساعدوه. طيب، can pharmacy technician become pharmacist؟
هلا احنا في كندا، انت ممكن كفارماسي تكنيشن تقدري تعادلي بصفتك فارماسي تكنيشن، تقدري تعملي هاي الحركه. اما انك تتحولي من فارماسي تكنيشن لفارماسيست، يعني بتخيل انه اكيد يعني بدك تدرسي بالجامعات هون في كندا. فانا ما عندي صراحه كثير تفاصيل عن هذا الموضوع، بس انا بعرف انه الفارماسي تكنيشن لهم معادله زينا زي الصيدله، والفارماسي تكنيشن صراحه مش كثير بقل عن الصيدلاني هون في كندا. يعني الراتب اوكي شوي اقل، بس فعليا بيقدر تقريبا يعمل معظم الاشياء طالما اشياء غير سريريه ولا تتعلق بصحه المريض. بس هو الايد اليمنى للفارماسي. للصيدلاني هو كثير اقوى يعني من مجرد انه فارماسي اسيستنت. فاصلا يعني هنا في كثير ناس بيدرسوا بيشتغلوا كفارماسي تكنيشن، و يعني عيشتهم منيحه، يعني مش قليل الفارماسي تكنيشن عشان تروح تحول لصيدله. الأخ المهندس سمير بيحكي في مانيتوبا بنعمل انترنشيب عدد يصل إلى 4 أشهر ثم نعم امتحان القانون. يا كل مقاطعة إلها. الرواتب تقارن بالأسعار أيضا أكيد دكتور مخلص. من بعدها يتحويل بيانات الترخيص، وهذا يتم كل شهر عدد محدد، رغم أنه قد يكون أكبر عدد أكبر قد أنهى من معادلته وامتحانه في امتحانات يعني. اه نعم طيب هناك فرق بين الاستبيان والكليشة. لا بين لا هو عم بحكي لحظة، عم بحكي الفرق ما بين الاسيستنت والتكنيشن. نعم في فرق ما بين الاسيستنت والتكنيشن. هنا في كندا الاسيستنت مثلا احكي لك على سبيل المثال، نعم انت مثلا الاسيستنت تاخذ البريسكريبشن، هاي بتقدر تعملها از اسيستنت، وبعدها لازم تعمل كلينيكال فيريفيكيشن انك تتاكد ان البريسكريبشن صح. هاي النقطة ما بيعملها غير الصيدلاني. حلو، بعد هيك راح تبلش تعبي الدواء، تجيب حبات الدواء وتعبيها بعلب، سواء اسيستنت او تكنيشن بتقدر تعملها. اخر شيء في عندنا شيء اسمه ميديكيشن فيريفيكيشن، وفي عندنا كلينيكال فيريفيكيشن، او مش لا كلينيكال فيريفيكيشن حكيناها بالاول. في عندنا ميديكيشن فيريفيكيشن، هي بس يتاكد انه حبه الدواء اللي عندك بالعلبه هي فعلا نفس الدواء اللي كتبه الدكتور. هاي النقطه بالذات التكنيشن بيقدر يعملها، بس الاسيستنت ما بيقدر يعملها. الاسيستنت مش ريجوليتد، يعني الاسيستنت لو غلط في شيء ما حدا بيقدر يشكي عليه، بس التكنيشن ريجوليتد، له اسم، له رقم وطني، ممكن يشكي عليه، ممكن يتحمل مسؤوليات. وطبعا الراتب، راتب التكنيشن لا يقارن بالاسيستنت نهائيا. الاسيستنت مينيموم ويج عم نحكي عن 15 16 دولار، تكنيشن لا بيقدر يوصل 25 28 دولار. اوكي في فرق يعني. طيب ممكن كتابة اسم الكورس لمساعدة الصيدلي، هذا اللي حكيتي عنهم الاثنين، لو بس تعملي لهم سبيلينج البرنامجين اللي بيستخدموهم في الصيدليات. اوكي، في كرول، كي ار او ال ال اس، كرولز. انت بس خلي بس تعمل جوجل، بس تروح على جوجل تكتب كرولز، هو مباشره راح يطلع لها تيلس هيلث اول نتيجه. اوكي فبس تكتب عليها بيطلع لها ويبينار، بتفوت على الويبينار وبتتعلم على كرولز. هيلث ووتش لا يدرب الا اذا كنت رايح لشوبرز دروك مارت، يعني ما في مصادر تعلمك على هيلث ووتش الا شوبرز دروك مارت نفسهم. في اشخاص انا بعرفهم راحوا على شوبرز دروك مارت اشتغلوا بالسوبر ماركت تبع شوبرز دروك مارت، يعني بس برا بعيدا عن الصيدليه، وشوي شوي فاتوا على الصيدليه وتعلموا. فممكن في هيك درب كمان. ممكن. بسألك عبد الرحمن، أفضل المجالات اللي ممكن الواحد يدرسها في كندا وتفيد الصيدلي، ماستر أو دبلوم؟ انا صراحه مش كثير، يعني احنا هون معظم يعني الماجستير، خلينا نحكي هون في كثير كثير مجالات. بس واحدة من المجالات اللي كثير عم تكبر هون اللي هي الهيلث انفورماتكس، هيلث انفورماتكس اللي هي خلينا نحكي الهيلث انفورماتكس والديجيتال هيلث اللي هي الصحة الإلكترونية. كثير عم بيصير في توجه بهاي الناحية. فأنا بنصح إذا بدك تدرس أي شيء بدك تكمل فيه، حاول إنك تروح على هذا المجال. في سؤال كمان من بيسأل عن الكورسات اللي عندكم على الموقع، أقدر أحضر هذه الكورسات من وقت لآخر بعد إلقاء المحاضرة عشان ظروف شغلي؟ أكيد بقدر، نعم. أوكي ممتاز. أنا بس بدي أحاول إني
اكتب ارجع اكتب الموقع تبعكو للاخوان اللي حابين يدخلوا الموقع. هيو حطيت لكم اياه موقع لمساعدتكم في التدريب على ما قبل الامتحان الاول للفارماسي. الاخت صفا اهلا وسهلا فيكي. رورو بتقول لك جزيل الشكر، اهلين دكتور مخلص. هاي وصفة ثانية من طبيب يقوم الصيدلي بإعطائها للمريض، والله ليس باختراع نووي، هاي وصفة تأتي من الطبيب. لا، الصيدلي عليه، الدكتور الصيدلي عليه مراجعة الوصفة، أحيانا الطبيب بعطي أخطاء في الوصفة، فإذا بتحبي تحكي عن هذا الموضوع ده دكتور صراحة يعني الصيدلي. أنا هاي وحدة من الأشياء اللي خلينا نحكي فيها سوء فهم في المجتمع للأسف تجاه الصيدلاني من هاي الناحية. نحكي في كمية أخطاء، يعني أنا بحكي لك رفلي رفلي خلينا نحكي بحدود خطأين ثلاثة بتصير من قبل الدكاترة يوميا أثناء إعطائهم للوصفة. وحدة من الأشياء تكون جرعات الأطفال، يعني هو بيعطي أنتيبيوتيك لطفل وبتكون الجرعة مثلا فيها خطأ، يا إما يكون الدكتور مثلا هو راح على ووكن كلينيك مش دكتوره الطبيعي، والدكتور راح وصف له دواء بتعارض مع أدويته السابقة. إحنا بصفتنا عندنا بالصيدلية بنعرف ملفه، راح نعرف إنه في عندك تعارض هنا. غير الجرعات والتعارض، الحساسية أحيانا الدكاترة بيكونوا كثير مستعجلين، مثلا كل اللي عنده مثلا خلينا نحكي 10 دقائق، حكى مع المريض شو بدك هيك هيك هيك، أوكي أعطاه الدواء ومشي. نيجي نحكي مع المريض بصير يحكي لي عندي حساسية، فانه الدكتور فاتت عليه، يعني الدكتور كمان الله يعينهم، يعني كمية الناس اللي بيجوهم كثار. فاحنا هاي وحدة من الاشياء اللي بنركز عليها موضوع الحساسية، فاحنا هاي الـ3 اشياء بالذات بنشوفها كثير عندنا بالصيدلية، وقد تكون احيانا اداها سيء جدا خصوصا موضوع الحساسية. هذا الموقع يا اخواني اللي بحب يدخل عليه rxcourse.com، بقدم دكتورة طبعا هي المسؤولة عنه، بقدم كورسات للبري فالويشن للصيدلة اللي حابين تساعدهم. الاخت صفا بتقول الموضوع جميل جدا، مشكورين، الله يبارك فيك يا اخت صفا، وان شاء الله تكوني استفدتي. المجالات التي اخرى التي يمكن يعمل بها غير الصيدليات؟ طبعا اكيد في احنا بالصيدله عندنا كثير مجالات غير الصيدليات، عندك المستشفيات. نعم هلا بالصيدليه او المستشفى انت لازم تعادل، غير هيك مش مضطر انك تعادل، ممكن تشتغل في مصانع الادويه. احنا عندنا في كندا كل مصانع الادويه الموجوده في العالم موجوده في كندا، لها فروع في كندا، نعم فممكن يشتغل في مصانع الادويه، ممكن يشتغل في شركات الابحاث، ممكن يشتغل في شركات التامين الصحي، في كثير مجالات ممكن يشتغل فيها. وانوه على موضوع ان مصانع الادويه والابحاث وهاي ما بتتطلب منك المعادله، بس طبعا رواتبها كثير اقل من لو انت صيدلاني معادل عم تشتغل في صيدليه او مستشفى. انا بدي اشتغل سي او ليلى. طبعا الدكتوره، دكتور ما هو اسم الصيدليه لو سمح، الصيدلانيه، اوكي، اسم الصيدلانيه شمس قيند، اهلا وسهلا فيكي وتشرفنا فيكي اليوم، مشكوره كثير، فعلا يعني معلومات رائعه اعطيتينا اياها، وان شاء الله يكون في لنا مجال نتكلم عن باقي المعادلات، ويكون عندنا نستضيف ناس، وبنتمنى لكم على الويب سايت تبعكم كل التوفيق، وان شاء الله فعلا تستطيعوا انكم تساعدوا العرب اللي جايين عشان يقدموا لامتحان المزاولة. انا طلعت سريعا على الموقع، موقع رائع سهل جدا الاستخدام. مرة ثانية بنشكركم، يعطيكم الف الف عافية، وشكرا دكتورة شمس، أخذنا من وقتكم من وقت العائلة، لكن نتمنى لكم كل الخير. في آخر دقيقة إذا تحب توجهي شيء للجمهور. أول إشي شكرا لك دكتور جمال، شكرا لهذه الفرصة الرهيبة صراحة. ثاني إشي RX كورس لإلكم كلكم، تمام، لكل الصيادلة. RX كورس مش حيكون بس مجرد للمعادلة، إحنا رح نعمله منصة تعليم مستمر لكل الصيادلة العرب في كل بلاد العالم. وبس أوجه فكرة على موضوع RX كورس، إنه إحنا ليش عملناه؟ لأنه إحنا كنا صيادلة متميزين واقفين على رجلنا في بلداننا، بس نهاجة بنحس حالنا صرنا ولا شيء. فكانت الفكرة إنه أنا أعمل منصة، أنا لو كنت عندي طلاب أو في أشياء أنا عندي شغف فيها
أو عندي خبرة فيها كنت بعملها في بلدي، أجي وأعمل كورس للناس ويوصل هذا الكورس أونلاين، يوصل لكل العرب في بلدان العالم. فإحنا هذا الهدف من RX كورس، إنها تكون منصة تعليم مستمر للصيادلة العرب. وشكرا لكم كثير كثير، واعذروني عن أي أخطاء صارت. وكمان مرة يعني أنا جدا جدا بتشرف بوجودي معكم. الله يعطيكم العافية يا رب. نشكرك جزيل الشكر دكتورة شمس، ونشكر جميع من تابعنا اليوم. بندعوكم لمتابعة باسم كنار تي في، ندعوكم دائما لمتابعة حلقاتنا اللي بتنبث كل يوم الساعة 7 والساعة 9. تابعونا غدا إن شاء الله، وتصبحون على ألف خير، والله يبعدكم عن الصيادلة والدكاترة.